ومشاهدينا الفيديو الجاي يحكي عن قصة بنية شابة من الموصل، صراحة لوش ما نحكي عنها ما راح نكفي أو نوفي. احنا نتحدث اليوم عن نبأ المبدعة بالرسم، ونشوف لوحاتها أو الشغلات اللي ترسمها مستحيل تقول هذه الشابة تعاني من شيء، نبأ من الصم والبكم، رغم اللي تعاني منه نبأ لكن متمسكة بالحياة ومتفائلة، دائما تحب تروح الدوام وتحب تتعلم وتطلع وتغير جو وتشوف الناس. طبعا والدها حب يشارك برنامج دجلتكم بالفيديو التالي، خلونا نشوف. نبأ أحمد من الموصل، شابة بعمر الولد تبدع بالرسم والتخطيط. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نبأ أحمد محافظة نينوى، صم البكم، مصابة بحادث إرهابي، هوايته الرسم، وشفنا برنامجكم اللي هو أكثر من رائع وحبينا نشارك برنامج جلدتكم. من هي وصغيرة انتبه عليها أبوها عندها موهبة بالرسم وتحب الألوان ودفاتر الرسم. نبأ تعرضت بفترة من الفترات لحادث إرهابي خلاها تفقد السمع والنطق، لكن رغم هذا ما استسلمت أبداً ومارست حياتها بشكل طبيعي حالها حال أي شخص عادي. نبأ تحب الحياة، تشوفها دائماً متفائلة، تحب تطلع وتشوف الناس وتشتري ملابس وتهتم بمظهرها. والدها قرر أن يسجلها بمعهد خاص بالصم والبكم، وهي جداً ملتزمة بدوامها لأن تحب تدرس وتحب تطلع. عائلتها هواي دعموها وساعدوها حتى تنمي وتكبر وتطور موهبة الرسم عندها، وفعلاً من تشوف رسماتها تتعجب من ناحية الدقة والترتيب والاحترافية بالرسم.